سلام، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. نكمل محاضرات البريتونيوم اللي كلش 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 تأخرت فيها، بس فعليا انه جنت كلش بزي. زين، بالمحاضرة ذيك اخذنا احنا اشياء جنرال عن الديزيز بشكل عام، كتعريف بالنسبة الى كاناتومي كامبريونيك اوريجين. هالمرة رح ناخذ شوية ندخل ادفانس اكثر، سبيشال فورمز بالنسبة للبريتونيتس. أول شيء عندي، أول نوع من السبيشال تايب للبريتونايتس هو البايل بريتونايتس. هو مكتوب شنو اسمه، من اسمه I think شارح يعني فكرة مالته. بايل بريتونايتس احنا نعرف بأنه البريتونيوم كافيتي هي منطقة سترايل، منطقة كوشي بابيها غير شويونة فلويد ندفونة وشويونة لمفاتك وشوية كابيلاري. زين، أي مادة ممكن تدخل بيها راح يسوي لها الريتيشن وتسوي لها انفلاميشن. فعدنا البايل بريتونايتس، منين راح يقدر يفوت البايل بالنسبة لي البريتونيوم؟ هي مجموعة شغلات. الشغلة الأولى ممكن يكون عنده operation اللي هي مثلاً مسوي له liver segmentectomy، مسوي له مثلاً عملية إزالة فد لوب من الليفر، مثلاً عنده cholecystectomy مسوي له إزالة للبلادر، أو مثلاً عنده acute cholecystitis. هاي كلها ممكن يصير بها perforation، ممكن يعبر بايل بالنسبة للبريتونيوم. بعد من نسوي العملية ما تلبل روث اللي هي راح لما نقص هذا من عندنا مثلا الاستومك يجي ونجي نربطها ويا الجوجينم هنا ونخلي الدودينم يجي طاير واحده ونخيطها منه، ممكن يصير عندي لكج من هاي الاستومات ويعبر عندي بايل. فهاي كليتها عنده هيستوري وحده من هاي العمليات وارد انه يكون عنده بايل بريتونايتس. اوكي، زين. طبعا هذا شلون راح يجينا هذا البيشنت؟ مثل ما قلنا نعرف هذا الهيستوري مالته، بنفس الوقت راح نشوف عنده السيمتومات كلش كلش سيفير بين، يعني فشي كلش ارتنت بالنسبه للبريتونيوم. طبعا ممكن يكون لوكالايز، ممكن يكون جنرالايز، بس بالعاده اي ثينك يكون جنرالايز. اوكي، طبعا ممكن انه بعد فتره ما يصير عنده جوندس بحساب هذا البايل، يصير له ابزوربشن من البريتونيوم وجسمه يعني يبين عليه علامات الجوندس. اوكي، بعد شي يقول هنا بيكم شوت اوف جنرال بريتونيوم راح حكيناها. لابراتومي استيكن، ايش راح نسوي احنا هسه؟ قلنا يعني من عرفنا الهيستوري مالته وشفنا الاعراض مالته، احنا راح نجي شو نسوي له؟ نغسله، نسوي له لافاج زين، وطبعا بالبدايه درينج نسحب اللي موجود، بعدين نسوي له لافاج نغسله وهاي. بس انه اهم شيء يتاكد السيرجن بانه ابد ماكو مكان للليكج، لانه من اكو مكان للليكج ممكن يصير بي ريكرنس، فاني لازم اصلح واغلف المكان اللي صاير عندي بليكج حتى واتاكد تماما. حتى ورا ما سحبت وغسلت ونظفت البريتونيوم، اخر شيء اخلي تيوب يسوي لي درينج. اوكي، طبعا هذا كليته عن طريق يصير عندي الترا ساوند جايدد. اوكي، هي هاي فكرة يعني البريتونيال او البايل بريتونيتس، ما بيها شيء. زين، هذا المربع كل الحكي حجينا. عندنا فشي يسموه spontaneous bacterial peritonitis او primary pneumococcal، تقريبا واحد مشتق من الثاني، بس هو هذا نفسه اللي سميناه تقريبا primary peritonitis. هذا spontaneous bacterial peritonitis شنو فكرته؟ فكرته بأنه يصير عندي acute bacterial infection بشخص عنده ascites، لأنه نعرف بأنه احنا من يكون وسط عندي بي فلويد، فراح يكون مكان يجذب البكتيريا على النمو بيها. اوكي، فطبعا هو هذا الكوز بشكل عام، يعني خلينا نقول بشكل سبيسيفيك ما معروف، بس انه شافوا انه الناس اللي عندهم اسايتك فلويد ممكن يصير عندهم اكيوت بكتيريال انفكشن، خاصه اذا كانوا يعني تشيلدرن وهيك. اوكي، فيقولون شافوا انه الناس اللي عندهم سيروسز وعندهم اسايتس دولي وارد كلش انه يصير عندهم اكيوت بكتيريال بريتونايتس. اوكي، زين، شلون راح يجون عندهم هذولي السيمتوم مالتهم؟ اشياء خاصه يعني نفس العلامات اللي اخذناها بالبريتونايتس، تندرنس قوي، صعوبه بالبريثنج، يوقف ريجيديتي وجاردينج وغيرهم، هاي سوالف كليتهم. وانقع عنده ايضا لانه هذا راح يكون اكيوت ويكون كلش قوي ويكون يعني صعب انه يسيطر عليه، راح يصير عنده علامات ما بعد الشوك اللي هي كانه دا يصير عنده ملتي اورجان فيلر. اللي هي شنو؟ قلنا انه راح يكون عندي سيستميك انفلاميشن، يصير عنده المشكله العلامات ممكن هايبر ممكن هايبو، يعني الحراره ممكن تصعد ممكن تنزل، تكي ممكن تكي كارديا تكي بنية، يعني فد علامات انه مات واحد كلش وضعته مليوصل، ممكن واصل قلنا organ failure مثل worsening بالليفر وبالرينال فانكشن وهاي كلية يعني. زين، ف
فسمتماتها ممكن يعني بالبداية ممكن يكون عندي بس علامات مات بريتونيا، وبعدين يصير عندي مثل السيستميك انفلاميشن او مثل السبتك شوك. زين هذا شلون اخمنه؟ شلون انا قلت انه عنده اسايتس وداخل هذا الاسايتس بكتيريا، اذا راح اجي اسحب فلويد من هذا الاسايتس واشوف شنو بي. اذا لقيت بي نيوتروفيل اكثر من 250 نيوتروفيليا بكل مليمتر، هذا اخمن انه عنده اكيوت بكتيريال او سبونتينيوس بكتيريال انفكشن. طبعا من اسوي كلتشر معظم الناس يكون عندهم الكلتشر نيجاتيف يعني ما القى عندهم، واكيد من اريد ابدي اعالج اوكي انا كالعاده اسحب وانظف، بس هنا أنا عندي بكتيريا فاكيد لازم انتي بايوتيك. شنو نوعيه الانتي بايوتيك اللي راح نستخدمها؟ لازم احنا حتى يعني ما ننتظر انه يطلع عندي سنسيتيفيتي مع الكلتشر، فانطي فد اشياء تغطي عندي كل شيء، تغطي البوزيتيف النيجاتيف والانيروب. اوكي فبس شنو اخلي ببالي؟ انه هذا ممكن عنده اورجان فيلر، يعني ممكن تكون عنده كيدني ديزيز، ممكن عنده ليفر ديزيز، فاعان يعني اكون حذر بالادويه اللي انطيها. مثلا انطي ثيرد جنريشن من السيفاسبور يعني السيفوتاكسيم بدل الامينوغلايكوسايد، لان الامينوغلايكوسايد مثل ما نعرف توكسيك بالنسبه للرينال. اوكي اللي عنده حساسيه مثلا من البنسلين انطي اوغمنتين، اوكي او مثلا سيبروفلوكساسين، هنا هاي الثلاثين ممكن ننطيهم اياه. اوكي الكومبليكيشن سبونتينيوس بكتيريال مثل ما قلنا انه هو يصير عنده سبتيك شوك، ممكن يصير عنده هايبو البومينيا، هو اوريدي صار عنده هايبو البومينيا لانه اصلا عنده اسايتس. اوكي فهاي كلتها لازم نسوي لها يعني يعني نراعيها ونسوي لها تريتمنت. اوكي لما الفيرست سكرايب مورتاليتي مالته كلش قويه يعني، بس هسه اوكي ممكن تكون اقل، بس المهم نعرف انه هو شخص عنده اسايتك فلويد، راح تجي البكتيريا تنجذب له، بعدين راح يجيني فيتشر انه يكون العلامات مالت البريتونايتس، ووراها يصير عندي بي سيستميك انفلاميشن سبتيك شوك ملتي اورجان فيلر، العلامات مالته كلش سيريس، ادقنسه عن طريق فلويد اسحبه واسوي له كلتشر واشوف. ما انتظر الكلتشر، انطي الانتي بايوتيك اللي المفروض اني انطيه. زين primary pneumococcal peritonitis same تقريبا ما بيديش يعني نفس الشيء، هم مثلا نفراتك سندروم او سيروسس. هو يقول complicated نفراتك سندروم او سيروسس، انا يعني الشغله الوحيده اللي خمنتها او المشتركه بين النفراتك سندروم والسيروسس دول اثنيناتهم يصير عندهم هايبو البومينيميا، واللي عنده هايبو البومينيميا يصير عنده اسايتيك فلويد، والاسايتيك فلويد يصير بي بكتيريال انفكشن. زين وبنفس الوقت هذول الناس يصير عندهم المناعة ضعيفة لأنه قلت البروتين بمعنى قلة بالإميونيتي، فممكن تهاجمهم البكتيريا بصورة أكثر، هاي حسب تخميني الشخصي صراحة يعني. زين يقول هاي بالعادة يصير مثل ما قلت لكم دائما البرايمري بكتيريا البريتونايتس يصير بالفيميال الصغار، لأنه يصير عندها شنو قلنا جينيتال أريا مالتها مفتوحة على الأبدومن، فوارد إنه يصير عندها بريتونايتس. أوكي فهذا الانست مالتهم شلون يصير؟ طبعا بالمناسبه البرايمري نيموكوكال او حتى مرات سبونتينيوس بكتيريال ممكن تكون فيميل، يعني السيناريو مالتها تكون فيميل صغيرونه وصاير عندها مثلا مسبقا يا اما يعني مثلا يو تي اي صاير عندها، او انه اي طفل عادي ممكن يصير عنده ريسبيريتور انفكشن، ممكن يصير عنده اوتايتس فجأة ينزل عند هذا الالتهاب أو ينزل عند هذه التوكسيميا وتدخل البريتونيوم. هذا شيء كلش رير إنه يصير، سواء سبونتينيوس بكتيريال أو برايمري نيموكوكال كلش رير إنه يصير، بس ممكن إنه يجيك هيستوري واحد عنده أوتايتس، واحد عنده مثلاً ريسبيراتوري إنفكشن نيمونيا وغيرها، فجأة يصير عنده علامات مالت شنو؟ يصير عنده هايبر بايركسيا، يعني الحرارة تصير فوق 39 كلش كلش عالية، ويصير عنده بالعادة لور باللور هالف من الأبدومن هذا البي. ليش؟ لأنه ينزل بفعل الجاذبية التوكسيميا تنزل للور هالف من الأبدومن. شو يصير عنده بعد؟ يصير عنده مكتوريشن، يصير عنده دياريا، لأنه هذا صار عنده بيلفيك بريتونايتس، نزل عندي على البريتونيوم الموجود بالبيلفيك خدشه. زين وخدش الجزئية الموجودة يم البلادر، فممكن يسوي له دياريا ويسوي له مكتوريشن، يسوي له فوميتنج إذا خدش الجزء العلوي من الجي آي. أوكي فمثل ما قلت لكم برايمري نيموكوكال برينتونايتس بالعاده يصير عنده شخص هماتني اسايتس يعني نفراتك سندروم سيروسس، ويصير مثلا بالفيميل بسبب الجينيتال اريا المفتوحه، ويصير ايضا اللي عندهم نيموكوكال يعني عندهم ريسبيريتوري انفكشن او مثلا انذر انفكشن تنزل لي جوا. شلون قلنا يصير السيناريو؟ عنده اوتايتس، عنده مثلا نيمونيا، فجاه يصير عنده لور هالف من الابدومينال بين 39 درجه سيليز كلش عاليه، مكتوريشن فوميتنج ودياريا، هذا اقول صار عنده برايمري نيموكوكال بريتونايتس. اوكي طبعا يكون عند اليوكوسايتوسس اكيد كلش عالي. زين
السؤال هو شنو؟ يقول دقيقة، 90% من البوليمورفات تجلس نيموكوكال بروتوناتس رادر ذان انذر كوز ستارتنج انتيبايوتيك ثيرابي كوركشن. ها شلون راح نعالجه هذا؟ احنا من الهيستوري تقريبا قدرنا نعرف هو شنو بي، شنو قلته تقريبا. فبالعاده مثلا انه انطي انتيبايوتيك بحساب هو انفكشن اذا صار عنده ديهايدريشن، مثل اي شخص عندي بي بيريتونايتس اشوف وضعيه السيركوليتوري ستيتس مالته، اذا مخربطه اسوي اعدل الديهايدريشن مالته والالكترولايت امبالانس، عنده انفكشن انطي انتيبايوتيك. اوكي عنده مثلا اساتس اسوي له درينج ولافاج واكمل كل شيء، واخر شيء درينج وكلوجر. اوكي فهو هذا هيك يعني، هي هذا التريتمنت مالته. زين بعد شنو النوبل اورجانيزم هاي شيء يعني بقيه مو فد شيء مهم، ان شاء الله تكون وصلت الفكره. زين عندنا فد شيء اسمه التي بي بريتونايتس، هذا مهم. بالنسبه للتي بي بريتونايتس هذا بالعاده يصير اكو تيوبركيلوسيس مايكوبكتيريال افيام، مايكوبكتيريال افيام اللي هي بالعاده وين يصير هذا؟ بس بالمناعتهم المضروبه كلش هوايه، يعني الناس عندهم اتش اي في، يعني يجي شخص عنده اتش اي في اميون سبريشن انصاب بالمايكوبكتيريوم افيوم اللي بالعاده تكون بالجي اي تي. معظم التي بي اللي يكون بالجي اي تي ممكن يصير يصيب عندي البريتونيوم ويسوي لنا تيوبركيولوس بريتونايتس. اوكي وين يصير بالعاده؟ بالاليوسيكال اريا. ماشي فمثل ما قلنا بالعادة تكون يعني البلدان اللي تكون وضعيتها مو كلش immune deficiency mycobacterium avium بالإليوسيكال أريا. أوكي زين بعد شنو النوب نقول هو؟ بس طبعا هو رير كلش رير يصير إنه. زين هذا شلون راح يصير عندهم هذا ذولي تي بي؟ يا أما مثلا هو عنده جي اي تي بي وانتقل للبريتونيوم، يا أما إجا عن طريق الميلياري تي بي اللي صاير عندي بالبولمينري اللي هو باللانج، يعني هو الأساس التي بي يصير باللانج، صار بسيستميك ديسيمينيشن وصار عندي للبريتونيوم، او اجا مثلا عن طريق الليمف نود. اوكي شلون ادقنسه هذا؟ بالسي تي سكان اكثر شيء، يعني راح نشوف فد اريا اللي هي بالاليوسيكال بالغالب تكون صار عندي بيها كافييتنج ونكروسيس، هاي حتى افرقها عن الكارسينوما. تذكرون العام كنا نقول انه عندي اجلوميرولس صاير عندي بها كازييتنج نكروسيس بالمركز مالتها؟ هو هذا نفس العلامه مالت التي بي تكون موجوده باي تي بي موجود بالجسم. اوكي زين بعد النوب كفيتشر اكثر حتى اقدر اوصل لاكثر، انه هماتنا بالعاده التي بي يكون ويا اسايتس. تخيلوا اكو كتله موجوده عندي بالبريتونيوم تفعل الاسموزيه راح تجذب لها الفلويد. ماشي فبالعاده يكون اسايتك فلويد موجود عندي ويا التي بي، خلي له فد كريتيريا معينه نسب يعني عدد خلايا يعني مو فشي. زين وطبعا الكلتشر انه صعب يطلع عندي لانه يطول، تعرفون الكلتشر مالت الاسيد فاست بيزل لاي تقريبا على الاقل فشهرين هيك شيء. اوكي فاحنا شو نسوي؟ نسوي بايوبسي. العلاج مالته بالعاده مو سيرجري، يعني بالعاده انه هو عنده تي بي انطي انتي تي بي دراج، عنده مشكله عنده اساتس اسحب الاساتس واسوي له لافاج وانظف المكان، يعني بالعاده ما يحتاج سيرجري. شو وقت يحتاج سيرجري؟ اذا هذا التي بي لزق على مكان بسبب عندي اوبستراكشن. اوكي جاست تيجي هو هذا يعني تيوبركيولوس بريتونايتس. بحاول استعجل لانه الوقت متاخر حاليا. زين اوكي زين عندي الفاميليال ميديتيريان فيفر، هاي سموها بريوديك بريتونايتس. شوفوا هاي الفاميليال ميديتيريان فيفر هي عباره عن جينيتيك ديس اوردر، او ما نقدر نقول جينيتيك نقول فاميليال ديس اوردر، لانه يصير ببلدان محدده وما يصير ببلدان ثانيه. السبب شنو؟ اكو فد جينيتيك شو اقول اكو ميول عندهم انه يصير عندهم شنو يصير بي مشكله بروتين البايرين اللي هو موجود عندي فد جين محدد. هذا شنو البايرين ما يعرفون سببه، الديزيز نفسها ما يعرفون سببه، بس بما انه البايرين موجود عندي بالنيوتروفيل فده راح يصير عندي اني خربطه بالنيوتروفيل. أنا النيوتروفيل وظيفتها شنو؟ وظيفتها ديفنس، تشارك عندي بالإنفلاماتوري، تشارك عندي بالبروتكتيف ميكانيزم مالت الجسم. أوكي فهذا الشخص شو يصير عنده؟ بريودك، اسمه بريودك بيريتونايتس، بين فترة وفترة مثلا مدتها يوم ثلاث أيام تجي أتاك. هاي الأتاك يصير عنده بين، يصير عنده تندرنس، يصير عنده بايركس خفيفة، ليوكوسايتوسيس عالية، جوينت واي، ما حد يعرف ليش، بس إنه هو هاي الفئة من الناس عندهم مشكلة بفلان جين يصير عندهم هيجي كريتيريا. من ضمن المشاكل اللي ممكن تصير عندهم بريتونايتس اللي يكون بريودك. ليش؟ لأن هو مثل ما قلنا أصلا هي الأتاك مالتها تصير بشكل بريودك.
اوكي رير ديزيز، يعني يعتبر تقريبا اكثر شيء بالصغار، بس ممكن يصير هاماتنا الكبار. اوكي البريتونيوم يصير بي انفلاميشن يعني. وبعد شنو هذا شنو تنطي؟ يعني ما ننطي شيء غير انه انتي انفلاماتوري اللي هو الكولتشسين. اوكي اتوقع هذا العام كنا ناخذ الكولتشسين بالروماتويد، يمكن روماتويد ارثرايتس اي ثينك، ما لو بالروماتويد لو بالجات نسيت شنو ناخذه، بس مو انتي انفلاماتوري يعني. اوكي فمو فد شيء، مهم حاله رير يعني كلش رير انه اصلا يجوز ما نشوفها. زين عندنا الانتروبريتونيال ابسس، موضوع مهم. احنا نعرف بانه البريتونيا البريتونايتس ممكن يكون فد شيء لوكالايز، ممكن يكون فد شيء جنرالايز. بالعاده يكون لوكالايز لانه راح يصير عندي انفلاميشن بمكان محدد، راح يجي الجريتر اومنتوم اللي هو اللي يعتبر البوليس مال بالنسبه للابدومن يلزق عليه ويسوي له ابسس. اوكي وين راح يكون هذا المكان مات الابسس؟ راح يكون حسب اللوكيشن اللي قسمناه احنا بالمحاضره الاولى، قسمناه الى سوبراكوليك انفراكوليك. سوبراكوليك صار عندي سب هيباتيك وسب فرينيك رايت تو ليفت، والانفراكوليك قسمناه الى قترات، وعندنا من جوا بيلفيك ماشي. فهو حسب اللوكيشن راح يبين عندي بي سيمتوم، وطبعا اللوكيشن يصيب حسب الكوزس وحسب الاورجنز اللي قريبه منه. مثلا انا عندي هسه اشوفها ثواني. زين هنا انا دي اقول كسمتوم كلينيكال فيتشر، اكو اشياء جنرال يعني انه انوركسيا سويتنج وهي مثل اي انفلاميشن يصير بالجسم، بس انا اللي يهمني اللي هي لوكال اريتيشن، يعني اذا صار عندي بس منطقه قريبه من الدايفرام يصير عندي شولدر تيب بين مثل ما تعرفون، لانه هناك الدرماتوم يضرب عندي. الهيكب تخيل اكو فد ابسس خدش عندي الدايفرام، فشي يصير عند هذا هيجي يصير عنده. اوكي الدياريا والميوكس هذا شو وقت يصير عندي؟ يصير عندي مثلا بيلفيك بريتونايتس، ابسس هناك خدش عندي البيلفيك بريتونيوم ومشى عندي سوى عندي اريتيشن وصار عندي دياريا. نوزيا وفوميتيك مثلا خدش عندي الابر ابدومن. المهم بهذا الابسس انه الحراره اللي بيش تكون سوينجينج بايركسيا. يعني شنو سوينجينج بايركسيا؟ من يصير عندي ابسس بالجسم الثرموستات الموجودة بالجسم تقوم تطلع المراسيل مالتها على شكل ويف، يعني مثلا بهاي الفترة طلعت عندي هالقد انفلاماتوري ايجنت سببت عندي بايركسيا خمدت عادي هسه ما بيه شيء، ورا شوية مثلا ورا فترة يرجع عندها ماتينا موجة كلش عالية، فهسه ما سوينجت بايركسيا من الكريتيريا مالت الابسس. اوكي وطبعا المنطقة اللي صاير عندي بيها ابسس راح يصير عندي بيها تندرنس ويصير عندي بيها ماس. اوكي ومن عدا هذا من السبيسيفيك فيتشر اللي حكيناها ماشي. زين عندنا البلفيك ابسس. البلفيك ابسس كلش كلش كومون يصير، ليش؟ لانه البلفيك ابسس باماكن معرضه انه يصير بها انفكشن. شنو هي هاي الاماكن اللي معرضه للانفكشن؟ عندنا الابندكس، اكو شيء اكثر من الابندكسايتس؟ لا كلش هواي معرضه يصير بها انفكشن. عندنا الفالوبيان تيوب بالنسبه للفيميل، كل منطقة open كلش معرضة انه يصير بها infection. وبالاضافة الى هالشيء البلفيك كافيتي صايرة باتجاه الجاذبية، فأي inflame يصير عندي فوق من مثلا قبل شوي ما شفنا مثلا primary peritonitis يصير عندي لي فوق ينزل لي جوا فعل الجاذبية يتكدس عندي بالبلفيك. اوكي زين شلون راح تكون الكريتيريا بالنسبة للبلفيك ابسس؟ مثل ما قلنا pain يصير عندي مثل اي inflammation، يصير اكو عندي دياريا لما يسوي له تخديش يصير عندي micturation. اوكي فهذا من اجي اريد افحصه شو اسوي له؟ ممكن الابسس متجمع عندي بالركتم، فمجرد اسوي له ركتال اكزامينيشن، مجرد ما يطبب يعني الدكتورز الاصبعه بالركتم راح يلقى اكو بلجينج بالانتيريور وول مالت الركتم، فهذا مرات مجرد يخدش باصبعه هو ينزرف ويطلع البص اللي موجود به. اوكي مرات لا راح يحتاج هو يسوي له درنج، فهذا اسهل اكزام ممكن يسوي له اللي هو بالإيد يعني. زين الانفستيجيشن مثل ما قلنا قلت انه ممكن easily مجرد rectal examination هو درينج ينزل من وحدة، مرات لا والله هو مثلا يحتاج احنا نسوي له تيوب اوكي ونسوي له درينج. وطبعا هذا الدرينج اللوكيشن مالته راح يختلف ما بين الميل والفيميل، مثل ما نعرف احنا البلفيك اناتومي للميل مو مثل الفيميل. الفيميل عندها فاجينا وعندها ركتم واكو ركتو فاجينال واكو ركتو سيستك اللي هو بينه وبين البلادر، في حين الميل لا جاست يعني ركتم وسيست. فبالميل مجرد انه على الركتم دايركت ينزرف وينزل، بالفيميل لا يسموها البوستيريور فورنكس اريا، فورنكس اريا موجوده بين الركتم وبين الفاجينا، هناك يصير انه الدرينج.
اوكي مرات اذا كلش لاصق نحتاج سي تي سكان. اوكي زين هاي كانفستيجيشن، وقلنا التريتمنت مالته مجرد انه يزرف وينزل، يعني ما بيفه شيء. الابدومينال ابسس هاي مثل ما قلت لكم على التقسيمه اللي قسمناها باول يوم، اللي هي اكو عندي سب فرينيك رايت، عندي سب فرينيك ليفت، عندي سب هيباتيك هاماتين رايت وليفت. خلص شحن زين. عندي يعني هواي اماكن، كل مكان بالابدومين شنو سبب؟ اسه مثلا بالبلفيك كنا بسبب الاورجنز اللي موجوده هنا، نفس الشيء بالابدومين. كل اورجن يصير عندي بيرفوريشن، يصير بي سيفير انفلاميشن، ممكن يسبب بريتونيال ابسس بهذا المكان. اوكي مثلا عندي اللفت سب فرينك سبيس، بدون لا نشوف احنا بدنا نتخيل لفت سب فرينك من جهه اللفت بالنسبه للدايفرام. شنو عندي انا هناك؟ راح يكون عندي سبلين، عندي بنكرياس زين، عندي شويه من الاستومك، فممكن يعني الكومن كوز بالنسبه لها هو انه راح يكون عندي اوبريشن مسويها بالاستومك وصار بها ليكج، او عندي تيل من البنكرياس. ركزوا لانه الهيد مال البنكرياس راح يكون من جهه الرايت والسبلين. اوكي هاي الاماكن الاشياء الموجوده باللفت، اي مشاكل اوبريشن يصير بها ممكن يسبب عندي لفت سبفرينيك ابسس. زين دقيقه، هذا اللي شفناه قبل شويه احنا منو؟ لفت سبفرينيك سبيس. اوكي زين بعد النوب هنا منو يقول لي اللفت سب هيباتيك مو كلش هواي تختلف، بس كلش مهم انه اعرف ماست كمان كوز بالنسبه للليفت سب هيباتيك هو الاكيوت بنكرياتيتس. بنكرياتيتس كلش متموضع بهذا المكان بالسب هيباتيك، فالان الانفلاميشن الكلش قوي بي ممكن يسوي ليكج ويسوي عندي ابسس هناك. اوكي ممكن ايضا بيرفوريتد بيبتيك السر زين، بالبراكتس ايضا ممكن نشوفه، بس اكثر شيء اكيوت بنكرياتيتس. الرايت سب فرينك منو انا؟ عندي بالرايت سب فرينك عندي كوليسيستايتس، عندي مثلا بيرفوريتد دودينال السر، عندي مثلا الليفر الاوبريشن اللي نسويها بالليفر هي هاي اللي راح تكون عندي. ها وممكن من اسوي بالروث، مو قلت لكم يبقى الدودينام هيشون خيط على صفحه ممكن يصير منه ليكج. اوكي فهي بالنسبه للرايت سبفرينيك سبيس. طبعا هذا الرايت سبفرينيك سبيس طبعا كومن كوز بالنسبه للبيرفوريتد كوليستاسيس ومجنا بيرفوريتد دودينال. وهذا الرايت سبفرينيك سبيس هذا بالعاده ما ينلقي، يعني صعب انه الواحد يخمنه لانه منطقه يعني مو كلش واضحه. خلينا نقول الا نسوي اكس راي ونشوف سب هيباتيك غاز يعني نشوف اكو، فهذا نقول عليه سب فرينك سبيس. فبالعاده الجراحين يعتمدون قاعده، هم شاكين انه اكو بص في مكان، اكو بص بالجسم اوكي، بس هذا البص ما يعرفون مكانه وين، قلبوا كل الاماكن ماكو بص، اخر شيء يقولون اذا هذا رايت سب فرينك. فهاي القاعده شو يسموها؟ يسموها الباس باس وير باس سم وير باس نسيت من كاتبيها سأل أقرأ لكم إياها. أي بقى باس سم وير، أكو باس في مكان ما، باس نو وير مدى نلقى، إذا الباس وين؟ أندر دايفرام اللي هو الرايت سبفرينيك. هاي القاعدة مهمة. أوكي فإذا عرفنا الأسباب مالته زين، الرايت سب هيباتيك هما تسين يعني قولوا بلادر بيرفوريتد دودينال ألسر، ممكن أبندسايتس مرات مثل ما تعرفون المنطقة مفتوحة هناك بالرايت قتر مثل ما قلت لكم أول مرة، كوليسيستايتس يعني مو فد شي مهم. كلينيكال فيتشر دولي بالعادة أكو هواية كلينيكال فيتشر، يهمني أعرف الشولدر تب لأنه راح يضرب عندي أوكي بسبب الإريتيشن اللي يصير عندي، يهمني أعرف الهيكاب لأنه الدايفرام راح تتخدش، مثلا عندي سوينجينج بايركسيا مثل ما قلنا احنا اي ابسس بالجسم كريتيريا مالت البايركسيا مالته تكون سوينجينج، القى عنده ريجيديتي وبالببل بالمنطقه نفسها لوكالايز بين. اوكي هاي هي الكريتيريا اللي ممكن اشوفها. وطبعا شنو هذا احنا ليش يعني نبقى بهاي الجمله يعني اكو سم وير نو وير اندر دايفرام؟ لانه الكريتيريا مالته انه يجي ويروح، يعني انه يصير عنده هاي الكريتيريا تمبرارلي تروح ورا فتره ترجع وتصير بشكل توكسينيا. اوكي زين انفستيجيشن الترا يعني راديوغراف سوري جست اكس راي، القى عنده رايت سبفرينيك صاير عندي بيها سبيس يعني صاير مثل هواء بيها. اوكي كولابس بالنسبه لللانك مرفوعه لي فوق بسبب الابسس اللي صاير، تخيلوا دافعها لي فوق، ومرات استخدم السي تي سكان. اوكي طبعا انه كالعاده ابسس عندي ادخل تيوب اسحب درينج انطي انتي بايوتيك لافاج
وخلاص انه يا هذا المفروض يصير. مرات ما تصير عندي شو اسوي اعطي هاي كل السيتي وهاي الانفستيجيشن ما القى يسموه راديو ليبلد وايت سيل، يعني انطي فد ماده وين تروح تتكدس بالمكان اللي بكلش هوايه وايت بي سي بحيث اعرف انه هذا المكان عندي بي ابسس. اوكي مرات طبعا هذا ابو سب هيباتك ممكن ايزلي مجرد من قدام اخليه له تشست تيوب تفرغه، هذا من يكون مكان الابسس انتيريرلي، يعني هو صح بالسب فرنك بس انتيريرلي جاي لي قدام. مرات يكون لا راجع شويه لي ورا فاحتاج افتح اصلا ال 12 رب زين وادخل تشست تيوب واسحب. مرات احتاج ادخل ايدي اني الزمه هما تن ازرفه واسحبه. فهو هي اشياء يعني ميكانيزم ممكن او يعني فد تريتمنت ممكن نسوي فيها. هنا راح اتوقف، اتمنى تكونوا استفادتوا. وبالطبع